أخرى الكرة تبعد من جانب مدافع المنتخب البرتغالي، وبالتالي سرعة المباراة، رتم المباراة السريع، رغبة الفريقين في تسجيل الأهداف. هذا جول، هذا جول، هذا جول، هذا جول، هذا جول، جول! ملك الريال، ملك لشبونة في المباراة الأولى، ملك ستوكهولم هنا كريستيانو رونالدو يخطف الهدف الأول للبرتغال، وبالتالي هذا ما كان في لشبونة وهذا ما يحدث أمامنا الآن في ستوكهولم، وبالتالي يأتي الهدف الأول لمصلحة المنتخب البرتغالي. يوم آخر، يعني يوم الجمعة يوم وغدا يوم آخر، واليوم يوم آخر لكريستيانو رونالدو. لاحظ البينية المتقنة مباشرة إلى كريستيانو رونالدو، هذا لاعب ما يلاعب على الإطلاق، حطها من شماله على يسار حارس المرمى إيزاكسون، وبالتالي يزور كريستيانو رونالدو مرمى المنتخب السويدي للمرة الثانية مع بداية الشوط الثاني. كنت أضيع ويحب كريستيانو رونالدو ورفاقه وبلده للبرازيل، ما بالك ان البرتغال تكون في نهائيات كاس العالم في البرازيل. شكرا فلاح معي، الانطلاقه، القوه، التسديده، انت ما عليك بعض التسريحات والله، مثلا الانطلاقه، مشيته، قصه شعره، هاي السوالف، السوالف امامك الان. كره القدم في الملحق الاوروبي في البطوله في كاس العالم الاخيره، وتاهلت الى جنوب افريقيا، تتلقى ضربه الركنيه والبرتغال تتلقى الهدف الأول. الكرة الرأسية اللي تلعب الآن، الرأسية مباشرة، نعم يظهر الآن، يظهر الآن إبراهيموفيتش ويسجل هدف التعادل لمصلحة المنتخب السويدي. السويد تتعادل وتولع المباراة أكثر وأكثر، الحافز أصبح حاضرا، ولاحظ الكرة الرأسية مباشرة، الأنيق إبراهيموفيتش يسجل هدف رأسي. يعني كريستيانو رونالدو هدف رأسي في المباراة الأولى، هدف في القدم في المباراة الثانية. هنا طبعا إبراهيموفيتش والتغطية من مدافع المنتخب البرتغالي لم تكن جيدة، وبالتالي إبراهيموفيتش يسجل هدفين. إبراهيموفيتش سجل هدف، فرصة الآن، فرصة الآن لإبرا لكي يظهر، لاعب آخر يظهر. الكرة الخطيرة، باتريسيو في المرمى، والضربة الحرة المباشرة خطير جدا. السويد كلها تقف الآن، اللعبة، الله الله، ظهر إبرا، بان إبرا في الشوط الثاني وسجل الهدف الثاني، وتكون النتيجة 2-1، تنعش آمال السويديين بالفرحة الكبيرة، وإبراهيموفيتش يسجل الهدف الثاني، وكريستيانو رونالدو سجل هنا الهدف الثاني. لاحظ مرة أخرى، لاحظ مرة أخرى التسديدة القوية، مرت من حائط الصد ومرت من حارس المرمى باتريسيو، لأنها أرضية قوية فيه تركيز قوي من العملاق، من الأنيق إبراهيموفيتش الذي يأتي بالأهداف الجميلة. إليك هدف جميل، وبالتالي يأتي للهاتريك ويحتفل الآن مثلا إبراهيموفيتش. شوف الآن إبراهيموفيتش هدفين، عنده 48 هدف، باقي هدف واحد على أساس أنه يعادل الرقم القياسي، لكن كرة خلاص خلاص، كريستيانو رونالدو كمان وكمان وكمان، الملك لاعب الفريق الملكي كمان في لشبونة، كمان في ستوكهولم، وبالتالي يأتي به الهدف الثاني، والبرتغال تمضي إلى الوصول إلى نهائيات كأس العالم. لاحظ مرة أخرى شله اللي جرى، شله اللي صار في المرتدات، ولاحظ الخبرة، ولاحظ التعامل مع الانفراد، ولاحظ الخذيفة القوية.
كريستيانو رونالدو يبهدل السويديين، الفتى البرتغالي الملكي يبهدل السويد في لشبونة وفي ستوكهولم. وهنا الهدف الثاني، الرجأة سريعا من كريستيانو رونالدو، وبالتالي يأتي ويسجل الهدف الثاني في ستوكهولم على أساس النتيجة 2-2 وفي ستوكهولم، وبالتالي هدفين لهدفين أمامك العلم. شوف المنتخب السويدي اللي نتذكر في التصفيات يوم ما لعب أمام الألمان في برلين 4-4 في سولنا هنا، وهنا يمكن الثالث، يمكن الثالث، يمكن الثالث، يمكن الثالث. الله 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 يا كريستيانو رونالدو، ملايين البرتغاليين يهتفون لك الآن، عسى الليالي تسعدك يا كريستيانو، عسى الليالي تسعدك يا كريستيانو رونالدو، الفتى الذهبي للبرتغال الذي يتفوق الآن بما لا يدع مجال للشك على إبراهيموفيتش، ويأتي ويسجل الهاتريك، ويأتي يعني مع هدف لشبونة يكون مسجل 4 أهداف. كريستيانو رونالدو الذي يتألق ويواصل تألقه، ولاحظ الكرة اللي يستلمها ويتقدم في سقف مرمى إيزاكسون يسجل الهدف الثالث. أنه أفضل لاعب كرة قدم في الكون في هذه الفترة من الفترات، إنه كريستيانو رونالدو الذي يسجل الهاتريك. وبالتالي عاد الحين تشوف البرتغاليين اللي في ستوكهولم 10 ملايين، وأنا عارف البرتغال عدل وعارف عشقهم لكريستيانو رونالدو ولمنتخب بلاده.